اتحاد كرة القدم يغلق اليوم باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز. يغلق اتحاد كرة القدم اليوم باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز استعدادا للموسم الكروي الجديد. على أن يتم غلق باب القيد للقسم الثاني في 13/10/22 وللقسم الثالث في 18/10/22 وللقسم الرابع يوم 20/10/22. وأعلن اتحاد كرة القدم في وقت سابق تعليمات القيد للموسم الجديد 2022-2023. خلينا نقولها برضو بسرعة علشان تبقوا حضراتكم عارفين. قيد 30 لاعبا في القسم الأول و25 لاعبا لدوري 2001 زائد 5 زائد 5 مواليد 99-2000 زائد 5 لاعبين أجانب لكل نادي بالدوري الممتاز واثنين بالقسم الثاني واجنبي واحد بالقسم الثالث. ده شروط القيد سريعا جدا عشان تبقوا حضراتكم عارفينها. بعد الاتفاق على مواجهه بلجيكا منتخب مصر يبحث عن وديه ثانيه. بدأ مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في البحث عن مباراه وديه لمنتخب مصر الاول خلال فترة التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر بعد الاتفاق على ودية بلجيكا. منتخب مصر سيواجه نظيره البلجيكي المصنف الثاني عالميا في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، بينما ينتظر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاستقرار على ودية أخرى في نفس الفترة قبل مواجهة بلجيكا. ختام منافسات النسخة الأولى لبطولة شمال إفريقيا للمدارس في مصر، اختتمت فعاليات بطولة شمال إفريقيا للمدارس التي استضافتها مصر في نسختها الأولى، وشهدت منافسات اليوم الأخير حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء حلمي مشهور، والدكتورة دينا الرفاعي عضوة الاتحاد المصري لكرة القدم. بالإضافة كما حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حضور الفاعليات. المراكز الثلاثة الأولى لفرق البنين، تونس في الصدارة والجزائر في الوصافة ومصر للبرونزية، بينما في فرق البنات جاءت المغرب في الصدارة وتونس في الوصافة ومصر أحرزت أيضا البرونزية.